وحول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف من الرياض الإعلامي والمحلل السياسي أحمد الركبان. مرحبا بك أستاذ أحمد في نشرة الثامنة. إذن بعد الدعوة الكريمة من جلالة الملك المعظم وترحيبه خلال كلمته في القمة العربية 32 باستضافة القمة المقبلة على أرض مملكة البحرين، ما أهمية هذه الاستضافة القادمة في إطار استمرار العمل العربي المشترك؟ نعم، مساء الخير لكم ولحكومة البحرين وشعب البحرين الشقيق. اليوم الحقيقة يجب أن نتحدث عن مملكة البحرين، وهي إحدى الدول ومنظومة مجلس التعاون لدول الخليج، ولذلك فخر لمجلس التعاون أن تكون مملكة البحرين المستضيفة القادمة لقمة العربية القادمة. لا شك أن البحرين تعتبر يعني ذات أهمية، وستكون بإذن الله قمتها القادمة بمشيئة الله هي تحقيق للقرارات التي اتخذت في قمة جدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين وبتكليف أيضا سمو سيد ولي العهد. أعتقد أن ملك البحرين يسعى جاهدا مع إخوته في مجلس التعاون، وكذلك أيضا مع إخواني رؤساء الدول العربية، إلى توحيد الصف العربي. اليوم الحقيقة تعقد القمة في جدة في مرحلة مهمة جدا ومعقدة، ولذلك الحمد لله قبل حدوث هذه القمة أصبحت هناك التفاف كبير بين كثير من الدول العربية وعودة بعض الدول إلى القمة العربية، ولذلك يعني الملك حمد يؤمل في مملكة البحرين القادمة بإذن الله أن تكون أكثر يعني تآخيا وأكثر محبة لدى الدول العربية، ولذلك الآن كل الدول العربية بحاجة إلى الالتفاف، بحاجة إلى مد اليد بعضها مع بعض، ولذلك يعني الدول العربية تعاني كثيرا منها من ويلات التدخلات الخارجية، وعلى أساس ذلك اليوم نتحدث أيضا عن دول شمال مجلس التعاون وهي سوريا وكذلك أيضا لبنان والعراق، بالإضافة إلى اليمن وبالإضافة أيضا إلى السودان. هذه تحتاج أيضا إلى اتخاذ قرارات ومتابعة قرارات قمة جدة، لأنه مهم جدا أن نصل إلى البحرين في وقت انعقاد القمة، وتكون بإذن الله تعالى أكثر القرارات طبقت وأكثر الحقيقة الإشكالات حلت. ولذلك الملك حمد عرف عن شخصيته الكريمة بأنه رجل سلام، رجل محبة، رجل إخاء، رجل الابتسامة الذي لا تنقطع عنه، بحكم أنه دائما يتفائل بالقادم من الأيام، ولذلك الملك حمد يستسيق محبته دائما من إخوته وإخوانه قادة هذه البلاد العربية. نعم نعم أستاذ أحمد، بالعودة إلى الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية في يوم أمس، يعني تضمنت عددا من المحاور المهمة التي تخص الشأن العربي ككل، وكانت كلمة داعية لإعادة ترتيب البيت العربي، وكذلك يعني دعم كل المساعي العربية في تحقيق التضامن العربي المنشود. كيف تقرؤون هذه الكلمة؟ أولا، دائما عرف عن الملك حمد الاختصار والإيجاز، ولذلك كانت كلمته ضافية مختصرة ولبيبة في نفس الوقت. بدأها طبعا بالشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز وأخيه صاحب السمو الملك الأمير محمد استضافة المملكة لهذه القمة، ثم أيضا يعني بدأ الحقيقة بالترحيب أيضا بوجود الرئيس الأوكراني وتمنى لأوكرانيا الخير والسلام، وكذلك أيضا رحب بعودة سوريا إلى البيت العربي. أضف إلى ذلك أن الملك حمد لم ينسى أيضا يعني الخلافات أو على الأقل المشاكل الداخلية في السودان، وكذلك أيضا عودة اليمن، بالإضافة إلى المصالحة السعودية الإيرانية التي قادتها الصين. أيضا تحدث الملك حمد عن ضرورة التفاف يعني العرب، خاصة قضية فلسطين، يجب الحقيقة أن تكون المنابر الدولية محبة للسلام، وخاصة أن الفلسطينيين بحاجة ماسة إلى عودة اللاجئين وعودة الحقيقة يعني القدس عاصمة لفلسطين. الملك حمد لم ينسى أيضا يعني بعض الدول العربية التي تعاني من الإشكالات، وخاصة مثل ما ذكرت في السودان وفي اليمن وكذلك أيضا في لبنان. الملك حمد لم ينسى أيضا يعني الجهود العربية في عودة الصلح العربي، ولذلك يعني الملك حمد لم ينسى أيضا المصالحة السعودية الإيرانية، باعتبار أن إيران يعني مهم جدا أن تعود إلى البيت الإسلامي بكونها أيضا مؤثرة على بعض الدول العربية، خاصة سوريا وكذلك أيضا يعني لبنان والعراق، بالإضافة إلى اليمن. ولذلك من المهم جدا أن يعرج الملك حمد على هذه الدول وعلى هذه المصالحة، لأن الملك حمد أيضا يعني سيرحب يعني أو سيكون طبعا البحرين المستضيفة للقمة العربية القادمة، ولذلك كان من المهم جدا أن يعرج على كل الإشكالات العربية، وهو أيضا تحدث أيضا عن بعض الأمور التي تهم البلدان العربية. لكن الملك حمد في كلمته استطاع أن يوجز إيجاز المحنك والتعريج على كل الإشكالات العربية. اليوم حقيقة كل الدول العربية تحتاج أن لا يتدخل في شأنها،
خاصة من الدول الأجنبية سواء كان الولايات المتحدة الأمريكية أو بعض من الدول الأوروبية. نحن الآن بحاجة إلى عودة أوكرانيا للسلام، لأن أوكرانيا أيضا تعاني معاناة كبيرة وهي مؤثرة اقتصاديا على مستوى العالم. إذن بالطبع كانت يعني كلمة شاملة ووافية لأهم الجوانب المتعلقة بالقضايا العربية الملحة منها والقضايا أيضا المركزية كالقضية الفلسطينية. شكرا لك من الرياض الإعلامي والمحلل السياسي أحمد الركبان، شكرا جزيلا لك.